السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي طلبة الصف الثاني، أهلا بكم في الجزء الثاني من مراجعة ليلة الامتحان. النهاردة إن شاء الله هنحل مع بعض الجرامير، يلا بينا. إحنا معانا 70 جملة إن شاء الله موجودين في منظمة مراجعة ليلة الامتحان، نزلت لكم PDF هنحلهم مع بعض دلوقتي. يلا تعالى نشوف الجملة الأولى: دوما، غدا أو بكرة. من الكلمات الدالة طبعا على زمن الفيتشي بروش ومستقبل، يبقى هروح أختار الإجابة التالتة علشان لقيت الفاعل جو، فبيقول لي بكرة أنا سوف أخرج افاك منى. طيب ليه أنا اخترت التالتة؟ مبدئيا الإجابة الأولى برضو متصرفة في الفيتشي بروش، اللي هي عبارة عن مساعد فيرب عن ليه في المضارع زائد مصدر اللي هو فيرب سورتير، بس لقيت فا هنا، فا آخرة أس، ده تصريف فيرب عن ليه في المضارع قدام تشو بمعنى أنت، لكن هنا الفاعل جو بمعنى أنا، يبقى كان لازم اختار جو في سورتير، انا سوف اخرج. لكن الاجابه الثانيه والاجابه الرابعه ده فيرب سورتير في زمن المضارع، وانا هنا عايز زمن الفيتشير بروش عشان كلمه دوما. الجمله الثانيه: هالا فا اشتي، هالا راح تشتري. هذا الانوراك، انوراك معناها ستره واقيه من الماء او من المطر. طبعا اي قلنا قبل كده ان اي قطعة ملابس مفيش آخرها إيه، تعرف على طول إنها مذكر، وخد بالك بقى بتبدأ بحرف متحرك ولا حرف ساكن. هنا عندنا 4 صفات إشارة: سو بمعنى هذا، سات بمعنى هذا، برضو الاتنين الأولانيين لأي مفرد مذكر، بس ده مفرد مذكر يبدأ بحرف كونسون ساكن، وده المفرد المذكر يبدأ بحرف فويل متحرك. التالتة معناها هذه لأي مفرد مؤنث، والرابعة معناها هؤلاء لأي جمع. طبعا أنوراك مفرد مذكر وبيبدأ بحرف متحرك، يبقى الإجابة التانية سات. الجملة التالتة: سا مو نقط بيان سو بانتالون، عايز يقول إن هذا البنطلون يناسبني. طيب مبدئيا كده لما ألاقي كلمة سا في بداية الجملة على طول كأني شايف إيه بالظبط، يعني لو طالب مني تصريف أفعال، لو طالب مني تصريف أفعال أعتبر كلمة سا هي كلمة إيل، كأني شايف إيل. مين في الأربعة دول ينفع قدام إيل؟ الإجابة هي التانية، فا من غير أس. سا م فا بيا، ذلك مناسب ليا. اللي بيا على بعضيها معناها مناسب، وهنا مصرف اللي قدام إيل أو قدام سا، يبقى فا. سا م فا بيا، ده مناسب ليا. سو بانتالون، هذا البنطلون. طيب الجملة الرابعة: شاسور بمعنى الجزمة أو الحذاء، تي شوازي، أنت تختار. واحد بيسأل التاني بيقول له أي حذاء أنت تختار، أني أي بقى؟ احنا قلنا قبل كده عندنا 4 كلات، كل واحدة بستخدمها حسب الاسم اللي وراها. الأولى دي جمع مؤنث، التانية جمع مذكر، التالتة مفرد مؤنث، الرابعة مفرد مذكر، وكلهم معناهم ما أو أي. قلنا برضو قبل كده ان الشاسور او اي حاجة بتتلبس في رجليك هي لازم تكون جمع مؤنث، يبقى هنا اختار الكلاية بتاعت جمع المؤنث كال الاولى. ستوريست، هذا السائح، فيان، يأتي من فرنسا. طيب انا عايز كلمة من. مبدئيا كده لما اكون جاي فيرب فينير بمعنى يأتي، لو جاي من قارة او بلد مؤنثة، قارة أو بلد مؤنثة، يبقى حط قبليهم حرف جر دو بدون أي أدوات، بدون أي أدوات تعريف، مش محتاج دو زائد لو ولا دو زائد لا ولا الكلام ده كله، بس لما تكون قارة أو بلد مؤنثة. طب أنا أعرف منين بقى البلد المذكر من بلد المؤنث؟ أي بلد مؤنثة آخرها حرف أو، آخرها حرف أو، يبقى على طول أعرف إنها مؤنثة، وكل أسماء القارات برضو مؤنثة، كلهم أحط قبليهم حرف جر دو، بس لما اكون جاي منهم مش رايح اليهم. نركز. طيب يبقى الاجابه طبعا دو. مون بير، ابويا، ام بيحب سيلونات، هذه النظارات. النظارات ده اسم وهو جمع مؤنث. طيب اختار تري بمعنى جدا ولا اختار بوكو بمعنى كثيرا؟ طبعا انا قلت قبل كده لما تلاقي صفة بعد النقط روح عمياني اختار تري بمعنى جدا، لكن هنا ما لقيتش صفة، يبقى عمياني اختار بكو
حتى لو أنا مش فاهم الجملة بتقول إيه. مون بير أم بوكو، أبويا يحب كثيرا سيلينات هذه النظارات. طيب بوكو يا شباب بتتحط لوصف الفعل اللي جاي بعده، لوصف الفعل هنا فيرب ايمي بمعنى يحب، عايز اقول يحب كثيرا يبقى اقول ام بوكو يحب كثيرا. لكن تري اوعى تختارها الا لو بعض النقط فيه صفة، هنا ببص بعض النقط اشوف لقيت صفة اختار تري، لقيت اسم اختار بوكو. السؤال ده لازم يجيلك في الامتحان وهيحط لك تري وبوكو، تشوف بقى لقيت صفة اختار تري، لقيت اسم اختار بوكو. tu vas acheter، انت راح تشتري اي ملابس. هنا اختار الكل بمعنى ما او اي، هنا بيقول له انت راح تشتري اي ملابس. ذات ما يا شباب اخرها ما، انه قبل كده اي حاجة اخرها ما هي مذكر، وكمان هنا فيها اس يبقى جمع مذكر، يبقى انا عايز اني كلاية، عايز الكلاية الاولى بتاعت جمع المذكر. c'est un pantalon، انه بنطلون من الجنس. جين هو مادة خام، قلنا قبل كده اي مادة خام ارزع قبلها حرف جر ان، ان هو حرف الجر اللي يلزق في الاسم اللي وراه بدون اي محددات في النص، واي مادة خام احط قبلها حرف جر ان. لو تيشيرت ايه؟ التيشيرت يكون. طيب هنا عايز لون، طبعا التيشيرت مذكر. طيب جري بمعنى رمادي او رماديين، مفرد مذكرها زي جمع مذكرها، وطبعا هي دي الإجابة. لكن الأولى زر زرقاوات آخرها أ وأس جمع تأنيث، والتالتة خضر آخرها أس ده جمع مذكر، والرابعة جريز رمادية ده كده مفرد مؤنث، يبقى الإجابة هي الأولى. خلي بالك بقى حتى لو قال لي لي تي شيرت، يعني لو خلى دي جمع، لو حط هنا أس وهنا أس التيشيرتات، مش هينفع برضو معاها غير الإجابة الأولى جري رماديين. وتملي هو بيلعب على الحاجات دي اللي مفردها زي جمعها او مذكرها زي مؤنثها، طبعا يبقى الاجابه الاولى. La jupe est rouge، الجيبه تكون حمراء. ريور، ريور معناها مقلم، قلنا قبل كده الوصف اللبس سواء كان مشجر مقلم بورد بكاروهات بحط حرف جر اللي هو هنا حرف جر باء في اللغه العربيه، يبقى الجيبه تكون حمراء بخطوط أو مؤلمة. أريور. سات غوب، هذا الفستان يكون نقط أوريجينال. نرجع تاني لتري وكو. أوريجينال معناها أصلية، دي كده صفة، صفة يبقى عمياني أحط قبلها تري بمعنى جدا. والسنة الجاية هيكون في حاجات تانية، تري وتغو وعسي، التلاتة دول بيتحطوا قبل الصفة. أول ما بلاقي صفة بعد النقط احط تغي او تغو او اسي. انت لسه في سنة تانية ما عندكش غير كلمة تغي، لقيت صفة حط تري، ما لقيتش صفة حط بوكو. بوكو بمعنى كثيرا، هتكون وصف الفعل اللي قبله، احب كثيرا اكل كثيرا، لكن هنا انا ما لقيت صفة يبقى مش عايز بوكو، انا عايز كلمة تري. هاني نابا، هاني ما عندوش، هنا في فيرب افوار بمعنى يمتلك ومنفي محطوط قبل نو وبعده با. هاني لا يمتلك او ما عندوش اصدقاء. طيب هنا في نفي يا شباب، يبقى لازم اطبق قاعده دو بتاعت النفي. قاعده دو بتاعت النفي بتقول ان لو الجمله منفيه وما فيهاش فعل اتر او ما فيهاش كلمه مي، يبقى احط حرف جر دو، ما ينفعش احط اداه نكره ولا اداه تجزئه ولا عدد، يبقى هنا عايز حرف جر دو. بس جيت احط دو فوجئت ان امي بتبدا بحرف ا متحرك، يبقى لازم اشيل منها الاو واحط ابوستروف، يبقى الاجابه دي ابوستروف. لانوراك دو سامي، الستره الواقيه من المطر بتاعه سامي تكون من القطن. كوتون ماده خام، قلنا اول ما اشوف ماده خام اعمل ايه؟ ايوه ارزع. الاجابه الاولى. جو في اشتي، انا راح اشتري الصندل. صندل أي حاجة بتتلبس في رجليك لا مؤاخذة هي جمع مؤنث، جمع مؤنث، يبقى عايز صفة إشارة سي اللي بتتحط لأي جمع، جمع مذكر أو جمع مؤنث حط له سي بمعنى هؤلاء. تيا كومبيان، أنت عندك كم من الكتب؟ ليفغ بمعنى الكتب،
هنا في كلمة كومبيان، أداة استفهام بمعنى كم، لما بكون بسأل بيها عن الكمية لازم أحط وراها حرف جر دو بمعنى من، يبقى الإجابة هي دو التانية. ما تلاقيش أنت بقى هنا اسم مكتوب جمع آخره أس تروح تختار لي دي وتقول لي ما أنا لقيت جمع، لا أنا عايز دو بمعنى من عشان أكمل كلمة كم من، كومبيان دو، وده يعتبر ظرف كمية بيتحط وراه اسم جمع مكتوب حاف بدون أي محددات. طبعا كل طلابتي عارفين كلمة حاف دي، حاف هنا يعني مفيش أي محدد قبلها، ولا أداة تعريف ولا أداة صفة إشارة ولا صفة ملكية ولا أي حاجة خالص. يبقى كومبيان دو كم من، ده ظرف كمية بسأل بيه عن الكمية يتحط وراه اسم جمع مكتوب حاف، يبقى أنا هنا عايز دو بس، الإجابة التانية. C'est une chemise, إنه قميص، à نقط مونش، بكمام، مونش معناه كمام. كلمة مونش يا شباب هنا جمع مؤنث، عايزة لها صفة، عايزة أقول كمام طويلة، يبقى الإجابة لونج طويلات، أو كورت قصيرات، المهم الصفة تكون آخرها أ وأس، أ للتأنيث زائد أس للجمع، عشان الكمام هي جمع مؤنث. سي شوسور، الجزمة. جو في، أنا راح أختارها، شوازير. هنا دخل لي في درس بروجرام بيرسونال، الضمائر الشخصية، بشوف المفعول اللي أنا بتكلم عنه في الجملة ده. والله لقيته جمع، أختار له ليه من غير ما أفكر. ليه من غير ما أفكر؟ عشان الجملة بمعناها إيه؟ هذه الجزمة جو في لي شوازير، أنا راح أختارهم. ليه بمعنى هم. طيب لكن لو كانت الجزمة دي محطوط بدلها حاجة مفرد مذكر، مثلا بنطلون سو بنطلون، يبقى كنت اختار لو بمعنى اختاره، يبقى لو هنا هي الهاء في اللغة العربية. طيب لقيت حاجة مؤنثة، هذه الجيبة مثلا، يبقى اقول انا راح اختارها، يبقى لا. طيب يبقى هنا لقيت جزمة جمع، يبقى اقول اختارهم، يبقى لي شوازير. يا علي، هنا علي وراه فاصلة أو علامة التعجب، يبقى أنا بند عليه، يبقى دخلنا في صيغة الأمر. يا علي، تا سانتور، الحزام بتاعك، وادي علامة التعجب أهي. دي كده جملة أمرية، معنى كده إن علي هنا مش فاعل في الجملة، علي هنا لا يساوي إلا، علي هنا يساوي تو، بيساوي أنت. طيب نفكر بعض بالأمر، أنا إزاي بصرف صيغة أمر؟ أو الأمر هو مضارع بيتصرف قدام تو أو فو أو نو عند الاقتراح. طيب الأمر هنا لمين؟ لتو ولا الفو ولا النو؟ لا هنا لتو، لأني بنده على علي، بقول له يا علي ضع حزامك أو ارتدي حزامك، فرب متر بمعنى يضع أو يرتدي. يبقى أروح أنقي مي اللي كانت مصرفة في المضارع قدام تو بمعنى ارتدي، يا علي ارتدي حزامك. Tu trouves ce pull، أنت تجد هذا البلوفر. هنا بيسأله على رأيه في البلوفر، بيقول له كيف أنت تجد هذا البلوفر أو إيه رأيك فيه يعني. طبعا الإجابة كيف بمعنى كومون، كومون tu trouves ce pull. فرم لا فنتر أو فرم لا بورت، آسف الواحد صايم بقى ومهيس. فرم لا بورت، اقفل الباب، il fait froid، الجو برد. قلنا لما نتكلم عن الطقس لقيت كلمة il بدل كلمة le temps، يبقى اختار فيرب فير، il fait froid، il fait chaud، il fait beau. لكن لو ما كانش هنا في il وفي بدلها كلمة le temps اللي معناها الطقس، يبقى كده لازم ساعتها اروح اختار فيرب être، le temps est. لكن انا ما لقيتش le temps، لقيت il، يبقى اقول il fait، الاجابة التانية. J'arrange les vêtements، أنا برتب الملابس في الدولاب، الأرموار معناها الدولاب. طيب مبدئيا كده الأرموار هو مبل أو عفش من أساسات الغرفة وهي مؤنثة. طيب يبقى ينفع أحط قبلها أو؟ لا ما ينفعش. أولا أو بتساوي أ زائد لو، يعني أو دي عبارة عن حرف جر أ وكمان أداة تعريف لو. طب ما هو هنا حاطط لي أداة تعريف أصلا، يعني انا مش محتاج اداة تعريف اصلا، يبقى او ما تنفعنيش. طيب ينفع او؟ لا طبعا، لان او قلنا قبل كده عنها انها بتلزق في الاسم بدون اي محددات في النص، يعني هنا ما كانش ينفع يحط لي اداة تعريف، ما
ينفعش اقول لارمور، ما يجيش وراء ده التعريف. الاسم اللي وراه لازم يكون مكتوب حاف بدون محددات. طب ينفع سور على؟ وانا ينفع ارتب الملابس على الدولاب؟ على الدولاب لا طبعا. الاجابه هي دو بمعنى في، اللي لازم يتحط وراها برضو ادوات تعريف، دون لارموار في الدولاب. الاجابه دو. سامي بريفير لي اتاجير، سامي بيفضل الارفف. اتاجير معناها ارفف، ودي كلمه مؤنثه، يبقى عايزه اللون بتاعها يكون مؤنث زيها، يبقى فاخت خضراوات. سو توريست، هذا السائح يكون. هذا السائح، هذا عرفني ان الموصوف هنا مذكر، يبقى لازم انقي له صفه زيه تكون مذكر. ينفع غوس؟ لا، غوس دي المؤنث لكلمه غو اللي كان معناها اصهب، وجمع تأنيثها هو الكلمه اللي جنبها، والتانيه او التالته انجليز بمعنى انجليزيه. وهو بيقول لي هذا السائح، لو كان قال لي سات تويست هذه السائحه، كنت اخترت الاجابه التالته او الاولى، الاثنين ينفعوا. طيب لكن هنا بيقول لي هذا، هذا السائح سو، يبقى هنا لازم اختار حاجه مذكر، يبقى الاجابه روس. روس معناها روسي او روسيه. نفكر بعض ان عندنا ثلاث جنسيات، مذكرهم زي مؤنثهم اخرهم او، روس وبلج وسويس. الناس تذاكر الحاجات دي يا شباب، روس وبلج وسويس دي جنسيات او ثلاث جنسيات الوحيدين في اللغه الفرنسيه اللي مذكرهم زي مؤنثهم يمشوا مع مذكر ويمشوا مع مؤنث. مدام وراها فاصله، يبقى انا بندع عليها. فوتغ ساك عمي، شنطه ايدك. ساك معناها شنطه، عمي لليد. طيب فوتغ معناها بتاعت حضرتك. طيب يبقى انا هنا المدام بحترمها وهصرف صيغه امر، فبقول يا مدام خذي شنطه حضرتك. يبقى الامر هنا كان قدام مين يا شباب؟ قدام تشي ولا فو ولا نو للاقتراح؟ لا، كان قدام فو للاحترام. يبقى هنا هقول لها بغني خذي حضرتك. بغني هنا هو فيرب بروندر، متصرف في المضارع قدام فو. طب ليه صرفت قدام فو؟ عشان بندع على المدام اللي لازم احترمها. علي ناج، علي بيعوم نقط بيان كويس. طيب لو ما كانش في كلمة بيان اللي تعتبر صفة اللي معناها كويس أو جيدا، كان ممكن أختار بوكو وأقول علي ناج بوكو، يعني علي بيعوم كتير. لكن هنا لقيت صفة بعد النقط، يبقى ما ينفعش أختار بوكو، لازم أختار كلمة تغي. يبقى علي ناج تغي بيان، علي بيعوم كويس جدا. تغي بيان يعني كويس جدا. هلا va finir، هلا راح تنهي ديكوراسيون دون دو زور، في خلال ساعتين. ديكوراسيون اخرها ايون، اي حاجة اخرها حرف او او ايون تعرف على طول انها مؤنثة. اي حاجة اخرها ايون تعرف على طول انها مؤنثة. يبقى هنا لازم اختار صفة الاشارة سات بمعنى هذه. سي انه نقط سو ديزوردر، ديزوردر معناها الفوضى، ديزوردر يعني فوضى. ينفع اقول انه من هذا الفوضى؟ لا، كي معناها من، دي تستخدم للعاقل فقط. طيب ينفع اقول انه كم كومبيان هذا الفوضى؟ لا طبعا ما ينفعش. انا عايز اقول انه ماذا، ايه ده، ايه الفوضى دي، انه ماذا. بس اني ماذا بقى، كوا معناها ماذا وكو معناها ماذا، مين فين، مين فيهم ينفعني هنا؟ طبعا لازم الاجابه تكون كوا، لان كو لازم تكون محطوطه في بدايه الجمله. كو وكاسك ما يجيش قبلهم حاجه ويتحطوا في بدايه الجمله لما اكون بسال بمعنى هذا، سوري ماذا. لكن هنا لازم اختار اختهم اللي اسمها كوا، اللي برضو معناها ماذا، اللي بتتحط بعد كلمة سي. سي كوا، إنه ماذا، سو ديزوردر هذه الفوضى. تو أنت، سات غوب هذا الفستان. هنا طالب تصريف فيرب فولوار بمعنى يريد في المضارع عادي، فبيقول أنت أو أنت تريد أو تريدي
هذا الفستان. طبعا فيرب فولوار في المضارع قدام تو زي قدام جو بيبقى اخره اكس. الناس تذاكر الكلام ده يا جماعه. مي لونات النظارات سون تكون. طيب النظاره قلنا عليها قبل كده هي جمع مؤنث، يبقى لما نقلها صفه لازم تكون جمع مؤنث زيها. هل التانية جمع مؤنث؟ لا، اخرها اس. لو كان في اخرها او اس كانت نفعت، دي مودي معناها موضه قديمه، هنا كده ما تنفعش. طب التالتة دي جمع مؤنث؟ لا، جولي يعني جمال، مفردها هو جنبها جميل، هنا مزود اس بس، يبقى دي كده جمع مذكر. يبقى الاجابه هي الوحيده اللي تنفع الاولى، سيمبا، اختصار كلمه سيمباتيك بمعنى ظريف. طيب سيمبا لما تكتب في المختصر عايز تجمعها تزود لها اس يبقى ظروف، عايز تأنسها تسيبها زي ما هي. يبقى الكلمة لما تكتب في المختصر وتيجي تتأنس تسيبها زي ما هي ما تضيفش ايه، لكن لما تكون مكتوبة في المختصر وعايز تجمع تزود اس. هنا محتاج جمع وهو جمع مؤنث، يبقى الإجابة سيمبا هي الوحيدة اللي نفعت. 30 سي أبوستروف. قلنا قبل كده السي أبوستروف اتخلقت عشان مين؟ اتخلقت عشان الإجابة التالتة، عشان أكون كلمة إيه؟ عشان أكون كلمة سي بمعنى إنه أو إنها. أوعى تختار أي حاجة لما تشوف سي أبوستروف دي، ما تختارش غير الإجابة التالتة فقط عشان أكون زي ما قلنا كلمة إنه أو إنها. إنها معتقوس بلو، مقلمتي الزرقاء. سون مي بوت، يكون البوت بتاعي. طيب سي اللي شفناها من شوية لما اخترنا الإجابة التالتة، جمعها في اللغة الفرنسية اسمه سو سون بمعنى إنهم أو إنهن. هو حاطط لي سون، يبقى محتاج ناقصها إيه؟ محتاج ناقصها كلمة سو عشان أكون كلمة سو سون بمعنى إنهم أو إنهن. هاني في نقط غولي. غولي معناها الكوتش أبو عجل بيلبسوا العيال في النادي ده، بيكفوا على وشهم في الآخر. المهم يعني لما هنستخدم فيرب فير واحنا بنتكلم على لعبة رياضية، قلنا قبل كده لازم نحط ايه في النص؟ ايوه، ادوات التجزئة. طيب هنا مفيش غير اداة تجزئة واحدة اسمها دي، لان الرولي مذكر، يبقى هاني في دي رولي. لكن خلي بالك بقى، ممكن في الامتحان يحط لك حاجة بدل الرولي. لو حط مثلا تنس، التنس مذكر يبقى حط دي. لو حط مثلا ناتاسيون، السباحة، يبقى ساعتها هيحط لك في الاختيارات دو لا، لان ناتاسيون مؤنثة. هنا فيرب فير بتكلم على رياضة، في النص لازم احط ايه؟ ادوات التجزئة، يبقى جي. tu peux، انت تستطيع، نقط اي دي، سيل تو بلي، لو سمحت. واحد بيقول للتاني انت تقدر تساعدني، هنا عايز ضمير شخصي يدل على المتكلم اللي اسمه مو. ضمير شخصي يدل على المفعول المتكلم اللي اسمه مو. طيب بس هنا جيت احط مو، لقيت الفعل بيبدأ وراه بحرف متحرك، ساعتها بضطر اشيل الاو بتاعت مو واحط ابوستروف، يبقى tu peux m'aider، انت تقدر تساعدني. مو معناها ليا. يا نهلة، واحد بينده على نهلة بيقول لها اعملي واجباتك، تي دوفوار، دي جملة أمرية اهو. طيب افكر بقى، لما علامة التعجب في الجملة سواء كان بعد الاسم اللي بنده عليه او في نهاية الجملة، المهم لازم الاقي علامة تعجب عشان اعرف ان انا دخلت في درس الامر. ابتدي افكر بقى، هو الامر هنا لمين؟ لتو ولا الفو ولا نو؟ يبقى هروح انقي قدام تو ولا الفعل قدام نو ولا قدام فو؟ ابص هنا لقيت يا نهلة، نهلة دي بتساوي في الضمير، هنا هتساوي في الجملة، هتساوي تو لان بند عليها، انت يا نهلة، يبقى انقي الفعل اللي قدام تو، يعني الاجابة الاولى اعملي. طون ديغويزمون، تنكرك، انه ماذا؟ انت بتنكر في ايه يعني؟ ينفع اقول انه كيف؟ لا، انه ماذا؟ ايوه، بس اني ماذا؟ كوا ولا كو؟ الاثنين معناهم ماذا. طبعا الاجابه كوا، ودي شفنا زيها قبل كده، كوا اللي بتيجي بعد كلمه سي، سي كوا، انه ماذا. تا شوميز، قميصك الي مش، هي وحشه، مش معناها سيء او كريه. المهم في نفسي في صيغة أمر، طبعا هنا المفروض أحط علامة تعجب، بس زي ما قلنا قبل كده
الصيام بقى والتهييس مش مشكلة، خربت خالص. يلا عشان نرتاح، ما علينا، في علامة تعجب هنا. ماشي ماشي، تشميز، غير قميصك. واحد بيقول للتاني غير قميصك عشان ده معفن، مش معناه كريه او وحش او سيء. طيب مبدئيا كده، الامر هنا التو ولا الفو ولا النو؟ مفيش حد بننده عليه فمش باين، بس في كلمة بتبين لي، كلمة تا شميز. هي دي تا، دي صفة ملكية بتاعت مين؟ بتاعت تشي. ايه صفة ملكية بتاعت تشي؟ تون وتا وتي. يبقى في كلمة في الجملة عرفتني الأمر لمين من غير ما يكون حاطط لي اسم أنا بند عليه. طيب يبقى الإجابة فين بقى؟ غير، شانج. طبعا شانجي ده فعل مجموعة أولى، وفي صيغة الأمر ما شرحناه قبل كده، قلنا إن أي فعل مجموعة أولى لما تصرفه في صيغة الأمر بتصرف الأول في مضارع قدام تشي وترمي تشي وترمي الأس، يبقى تاخد شانج من غير أس. هنا معناها غير قميصك إنه سيء. أنا عملت بريك وهتطلع على، هتلك علامة التعجب يا شباب. ماشي طيب، 37. سون تيز اكتيفيتي بريفيري، أنشطتك المفضلة. هنا عايز الكلات، ما هي أنشطتك؟ اكتيفيتي معناها أنشطة، بريفيري المفضلة. طبعا كلنا عارفين ان اكتيفيتي مؤنثة، واي حاجة اخرها تي مؤنثة، تي او عليها اكسون اي جو دي نهاية مؤنث وكمان فيها اس، يبقى جمع مؤنث. طبعا انا لو انا حتى ناسي كاتب بريفيري مفضلات، فعرفتني ان اكتيفيتي هنا جمع مؤنث، يبقى اختار اني كلاية بتاعت جمع المؤنث، الاجابة التانية. مون كوبان، رفيقي يكون. كوبان طبعا مذكر، عايز له صفة مذكر. هل غوس تنفع؟ صهباء؟ لا. جورموند مفجوعة؟ لا. كوراجوز شجاعة؟ لا. الإجابة هي تيميد، اللي مذكرها زي مؤنثها خجول أو خجولة، وهيلعب في الحاجات دي يا شباب زي ما جاب لك كلمة سوسيال في الترم الأولاني. فاكرين سوسيابل؟ سوسيابل معناه اجتماعي، اللي قلت لكم جاي في الترم الأولاني وجت. المرة دي بقى إن شاء الله ممكن يبدلها بكلمة تيميد بمعنى خجول. الصفات اللي مذكرها زي مؤنثة آخرها أ ويجي أنسة سيبها زي ما هي، هيلعب في الحاجات دي، هيجيب لك الموصوف مذكر وتبص في الأربع صفات تلاقيهم كلهم آخرهم أ وتحتار. لأ، هتلاقي واحدة فيهم مذكرها زي مؤنثة، سوسيابل، تيميد، سيمباتيك، رومانتيك، كل الحاجات دي اللي مذكرها زي مؤنثة. باغل، تحدث دو تي تاش ميناجير، عن أعمالك المنزلية. وأشك إن الجملة دي تيجي لأن تاش ميناجير ده في تي كاتر اللي اتلغى. المهم تاش معناها مهمة منزلية أو عمل منزلي، هي كلمة مؤنثة. طبعا يبقى الإجابة ميناجير التالتة، جمع مؤنث. أون فا، إحنا بنذهب أو إحنا راح نرتدي على الموضة. هنا فيرب سابيي بمعنى يلبس أو يرتدي، هيتصرف في زمن الفوتيو بوش. طب هو الفوتيو بوش بيتصرف ازاي؟ قال لي بتحط فيرب اللي في زمن المضارع كمساعد، والفعل بتسيبه في مصدره، بس لما يكون الفعل ذو ضميرين يا شباب اللي هو قبله سو، السو لازم تتصرف حتى لو انا الفعل نفسه احطه في مصدره. طب السو قدام اون تصرفها اسمه ايه؟ بيفضل سو. يبقى الاجابة هي التالتة، اون فا سابيي، احنا راح نرتدي او نلبس على الموضة. طيب علي، علي عنده دو نقط باسكت. باسكت معناها حذاء رياضي، عايز اوصفه بانه حلو او جيد. قلنا قبل كده اي حاجة بتلبسها في رجليك، ايوه، هي جمع مؤنث لمؤاخذة، يبقى الاجابة هي التانية، بون جمع مؤنث. لا جوب، الجيبة، تكون اكثر جمالا من الفستان. ده درس المقارنة اللي برضه مش هيجي في الامتحان إن شاء الله لأنه في يونيتي 4، بس أنا عايز أفكركم بأن كلمة لا جوب مؤنثة، يبقى لما أجي أوصفها أوصفها بصفة مؤنثة هي كلمة جولي بمعنى جميلة. لكن بص بقى الجملة اللي وراها، لا جوب فاصلة سي، فاصلة سي، هنا كان لا جوب إيه. لما أقول الجيبة تكون لا جوب إيه، أختار الصفة زيها مفرد مؤنث عادي. لكن لما الاقي الموصوف وراه فاصله وبعد كده كلمه سي، يبقى اروح انقي عمياني الصفه تكون مفرد مذكر.
مهما كان الموصوف في الجملة هو مين، ماليش دعوة. يا رب يكون جمع، حتى لو كان قال لي ليجب ما تفرقش، طالما في فاصلة سي يبقى عمياني اختار الصفة مفرد مذكر. tu vas نقط coucher quand، واحد بيسأل تاني بيقول له انت هتنام امتى، انت راح تنام امتى. هنا فيرب سو كوشي بمعنى ينام من الافعال الزودامرين، جه يتصرفوا في زمن الفتو بروش قدام تو، راح حاطط مساعد فيرب على اللي في المضارع اللي هو كلمة فا. وقلنا قبل كده ان السو بتاعت كوشي اللي هو الفعل الزودامرين لازم تتصرف حتى ولو انا سايب الفعل نفسه في مصدره، عشان انا بصرف في الفتو بروش لازم اسيب الفعل في مصدره. طب السو تتصرف، طب السو قدام تو تصرفها اسمه ايه؟ اسمه تو، اسمه تو، يبقى tu vas te coucher. طيب نفكر بعض بسرعة كده بتصريف السو، قدام جو اسمها مو، قدام تو اسمها تو، قدام نو اسمها نو، قدام فو بيبقى اسمها فو. طب قدام ايل وال وان بتفضل سو ما بتتغيرش. طب قدام ايل افاك اس وال افاك اس برضه بتفضل سو ما بتتغيرش. نرجع بقى لجملتنا، الفاعل هنا تو، تصريف السو قدام تو اسمه تو. رنا بورت اون روب ابوا، رنا بترتدي فستان مشجر، بوا معناها التشجير او النقط الصغيره. طيب قلنا قبل كده لما بوصف اللبس بحط ايه؟ حرف الجر ا هو حرف الجر الباء في اللغه العربيه، يبقى منى ترتدي فستان بنقط ا بوا. فو نقط مو بريتي فوتر كوستيوم، طيب حد بيتكلم التاني بيقول له حضرتك ممكن تسلفني بدلة حضرتك؟ طيب تستطيع في المضارع قدام فو هي كلمة بوفي آخرها أزد، وأي فعل في المضارع قدام فو لازم يكون آخره أزد ما عدا تلات أفعال يا شباب، مفكر الناس بيهم. إيه هما التلات أفعال اللي تصرفهم قدام فو ما بيبقاش آخره أزد؟ أيوه، فرب أتر بقول فوزت، فرب فير بقول فوفات، فرب دير بقول فوديت. التلاتة بيبقى آخرهم أو أس مش أو زد. 47، عايز كلاية لكلمة مبل، مبل معناها العفش أو الأساس، ودي كلمة مذكر بالمناسبة بس هنا آخرها أو يبقى جمع مذكر، يبقى أنا عايز الكلاية بتاعت جمع المذكر. مون بير أبويا ترافاي بيشتغل دون سون بيرو في مكتبه. رجعنا تاني لتغي و بوكو، قلنا اوعى تختار تغي الا لو بعض النقط فيه صفة. هل هنا في صفة؟ لا، ده حرف جر. في مكتبه يبقى عميان يختار ايه؟ بوكو، عشان يبقى الجملة معناها ايه؟ ابويا يعمل كثيرا، بوكو معناها كثيرا، في مكتبه. سي شوسور، هذه الجزمة، سون تكون نقط جولي. طيب هنا برضو تري وبوكو، بس هنا ايه بعد النقط بقى؟ جولي، جميلات. هل ده اسم ولا صفة؟ ها، صفة. اول ما تلاقي صفة ارزع تري، يبقى جميلة جدا تري جولي. يا سامي نقط تو، واحد بينده على واحد اسمه سامي بيقول له يا سامي نام بدري، تو معناه مبكرا او بدري. طيب صيغة الأمر، أولا الأمر هنا لتو لأنه واضح هو بينده على سامي، اللي مش هينفع الأمر يكون قدام فو ولا قدام نو للاقتراح، الأمر هنا لتو. طيب لما صرف الفعل الزو ضميرين في صيغة الأمر كنا بنعمل إيه؟ كنا زي أي فعل عادي بنصرف الأول في المضارع قدام تو، وبعد كده برمي تو وأرمي الأس لو الفعل ده مجموعة أولى. طب لو الفعل زو ضميرين اللي كان فيه سو زي سو كوشي، قلنا كنا بنصرف في المضارع قدام تو، تطلع تو كوش، ارمي التو وارمي الاس، اهي كانت هتصفصف على الشكل ده تو كوش. وكنا بعد كده بنعمل ايه يا شباب؟ نفسي حد يرد عليا عشان قربت اكلم نفسي ولا اعمل زي المجانين كده، قربت اتجنن بجد والله، نفسي حد يرد عليا. كنا بنعمل ايه؟ كنا بنسيبها كده؟ لا، كنا بنقلبها نخليها كوش تو. في صيغه الامر المثبت مش منفي بقلبها واخليها كوش تو، التو لما بتتحط في الآخر تتحول تبقى توا. لكن لو كان الأمر منفي
في ne ou pas زي الجملة اللي جاية سامي ne نقط با تا هنا بينده على سامي برضو صيغة أمر التو وقال له ما تنامش متأخر في ne ou pas هنا بقى بعد ما بصفي ما بقلبهاش باخدها زي ما هي تكوش صرفت فيرب سكوشي في المضارع قدام تي تطلع تي تكوش ارمي تي وارمي الاس اللي في الاخر واخد تكوش ما تنامش نو تكوش با لكن في الجمله اللي فاتت ما كانش فيه نو با فلازم اقلبها يا شباب ما اخدش تكوش اخد كوش توا يبقى الخلاصه الامر الفعل الزو ضمرين المثبت باخد المقلوبه لكن المنفي قبله نو بعده با باخد العدلة مش المقلوبة اخد كوش لي ديفوار الواجبات ميز انفون يا اطفالي وفي علامة تعجب يبقى في صيغة امر فحد بينده على العيال وبيقول لهم يا اطفالي اعملوا الواجبات فين اعملوا بقى الامر هنا لمين يا شباب لتشي ولا الفو ولا النو طبعا لان الاجابة لازم تكون فات التالتة لأن عرفت إنه بينده على الأطفال يعني الأمر الفو فاختار فيرب فير اللي بتصرف قدام فو اعمله لو بيغو المكتب إيه أون فاس يكون في مواجهة الشباك في النطق معناه الشباك طيب أون فاس من ضمن حروف الجر الدالة على المكان اللي لازم أحط وراه حرف جر دو زي أكوتي دو أون فاس دو أدروات دو أجوش دو أبروكسيميتي دو طيب المهم أنا هنا عرفت إن أنا محتاج دو عشان كلمة أنفاس وكمان بقى أشوف الفناتر أو أي الاسم اللي مكتوب بعد النقط ده لو كان مذكر يبقى محتاج لو طب دو زائد لو يديني جو فاختار ساعتها جو لكن لو كان الاسم ده مؤنث يبقى محتاج لا طب دو زائد لا يديني دو لا يبقى الإجابة هنا دو لا لأن الشباك أو الفناتر هو اسم مؤنث لو براسولي الإسورة إيه لا بج والخاتم سون يكون هنا بيوصف إيه؟ بيوصف البراسولي اللي هو الإسورة أو الحظاظة اللي هي مذكر باينة من كلمة لو وبيوصف كمان البج اللي هو الخاتم اللي هو في الفرنساوي مؤنث وباينة من كلمة لا طيب لو زائد لا أو مذكر على مؤنث يساوي إيه في الفرنساوي؟ يساوي جمع مذكر الرجال قوامون على النساء مذكر زائد مؤنث يساوي جمع مذكر يبقى هنا لازم انقي الصفه تكون جمع مذكر هل الاولى جمع مذكر لا دي جمع مؤنث اخرها او اس جولي هنا بمعنى جميلات طب هل الثالثه جمع مذكر لا دي مفرد مؤنث طب الرابعه جمع مذكر لا دي مفرد مذكر يبقى الوحيده اللي نفعت كلمه سوبر التي لا تجمع ولا تؤنث وعشان تريح دماغك لو لقيت كلمة سوبر موجودة في الأربع اختيارات ما تقراش الجملة أصلا بتقول إيه واختارها على ضمانتي كلمة سوبر لو محطوطة في الاختيارات هتبقى محطوطة عشان أنت تختارها يعني تختارها عمياني من غير ما تقرا السؤال نفسه طيب كالوريتيل كلمة اور معناها الساعة قلنا قبل كده يا شباب إن كل ما يتعلق بالساعة هو مؤنث كلمة اور يعني ساعة مؤنثة مينوت دقيقة مؤنثة سكوند الثانية مؤنثة أورلوج ساعة الحائط مؤنثة مونتغ ساعة اليد مؤنثة كل ما يتعلق بالساعة هو مؤنث يبقى هنا أنا عايز الكلاية المؤنثة اللي جابها التانية كارولين أم لباج بتحب الخواتم اللي من الفضة أرجون دي مادة خام قلنا أي مادة خام أيوه أرزع أبليعه أنا أرجو هذا التلميذ أو هذه التلميذة إيه أكتيف طيب لما نلاقي اسم موجود بعد النقط ما نش عارف هو مذكر ولا مؤنث لأن كلمة إلاف تمشي تلميذ وتمشي تلميذة عشان آخرها إيه طيب لما احتار في الاسم اللي بعد النقط ده مذكر ولا مؤنث قلنا قبل كده نعمل إيه قلنا نكمل قراية لغاية ما نخبط في صفة أو اسم يعرفنا هنا خبطنا في صفة أكتيف نشيطة ما قالش أكتيف هنا شايل الأف وحاطط في أ يعني أنس الصفة النشيط خلاها نشيطة فكده عرفنا إن دي كده معناها تلميذة مش تلميذ
يبقى لازم اختار هذه مش هذا، يعني الإجابة التالتة. ما نوفيل روب، فستان جديد، مش أنا طبعا اللي بيتكلم يعني، فستان جديد. جو أنا، أم بوكو أحبه كثيرا. طيب اللي بيتكلم بيقول فستانه الجديد هو بيحبه كتير. الفستان مذكر ولا مؤنث؟ مؤنث. طيب يبقى لما أجي بدله بضمير شخصي يدل عليه، عايز أقول يحبه ولا يحبها؟ يحبها، يعني المفروض هنا أحط إيه؟ لا. بس جيت أحط لا فوجئت إن الفعل بيبدأ بحرف متحرك، يبقى لازم أشيل الأ وأحط أبوستروف، يبقى الإجابة الأبوستروف. جو نقط مانجي دون 5 مينوت، في خلال 5 دقايق. طيب كلمة دون اللي معناها في، لما بيجي وراها فترة زمنية يبقى معناها في خلال، في خلال 5 دقايق أنا سوف أفعل كذا. يبقى هنا بيقول لي إنك لازم تصرف في زمن الفيتي بروش. الفيتي بروش بيتصرف إزاي؟ بسيب الفعل في مصدره وبحط قبله مساعد فيرب اللي في المضارع. هو هنا كتر خيره حاطط لي المصدر أهو، يبقى محتاج مساعد فيرب اللي في المضارع. فيرب اللي في المضارع قدام جو اسمها في، يبقى الإجابة الأولى. Tu aides tes parents، أنت بتساعد والديك؟ قال له أيوه أنا بساعدهم، رد عليه. طيب مين المفعول؟ تي بارون، والديك اللي بيساوي إلى فاكاس. طب يبقى لما أشيل المفعول تي بارون ده أبدله بإيه بقى؟ أني ضمير شخصي؟ لو ولا لا ولا لي؟ طبعا لي بتاعت الجمع. وما تقوليش بقى الفعل هنا بيبدأ وراه متحرك فهنا أحط قبليها الأبوستروف، لا. لما يكون المفعول جمع لازم يتبدل بلي، وليه ما فيش فيها مشكلة إنها تيجي وراه متحرك عادي، يبقى الإجابة الأولى ليه. مونا أشات أون جيب، مونا بتشتري جيبة نقط مارين. للوهلة الأولى أول ما تلاقي كلمة جيب هتروح تدور على صفة تكون مفرد مؤنث فهتختار لي الإجابة التانية. غلط. ليه يا مسيو غلط؟ لأن سعادتك اتهورت وما كملتش قراية الجملة وما عرفتش إن أنا هنا حاطط لك مغرز. مارين دي معناها بلون ماء البحر. هنا انا بقول لك انك تكون لي لون مركب مكون من كلمتين، واللون المركب لا يؤنث ولا يجمع مهما كنت بوصف ايه. ان شاء الله حتى اكون بتكلم على جيبات كتير مش جيبة واحدة. اللون المركب لا يجمع ولا يؤنث، يبقى لما الاقي هنا تركيبة يعني في لون تاني بعد النقط عمياني اروح اختار اللون مفرد مذكر. هتقولي طب ما اخرها ايه؟ دي كده مش مؤنثة. لا هي دي كده مش، سوري، دي كده مش مذكر، دي كده مؤنثة. لا دي مش مؤنث. مارين من الالوان الستة اللي اخرهم ايه لما بيكون مذكر. نفكر بعض بالستة، روج وبيج وجن وموف ومارين والروز. دي كده مذكر يا شباب، يبقى اختار لها مذكر جنبها الإجابة الأولى عشان أقول أزرق بلون ماء البحر، بلو مارين. يا هاني، هنا بنده على هاني، بقول له لاف توالي ما، اغسل ايديك يا معفن، افون دو مانجي، قبل ان تاكل. طيب الامر هنا لمين؟ لهاني، يعني قدام تشي. بس نخلي بالنا ان الفعل مجموعه اولى، فيرب لافي مجموعه اولى، يبقى لما صرفه في صيغه الامر لازم اشيل منه الاس قدام تشي، يبقى الاجابه هي الثالثه. احنا اللي بيساوي الا عند تصريف الافعال. بتساوي نو في كل حاجه في اللغه الا عند تصريف الافعال. اول ما الاقي مكتوبه في بدايه الكلام وراها نقط وطالب مني احط تصريف فعل اروح انقي الفعل اللي كان متصرف قدام الا، يعني الاجابه هي الاولى. اون فا ريغاردي لا تلفزيون. هتقولي طب مش ما هي الرابعه برضه بتتصرف قدام الا، ليه ما اخترتهاش؟ لان ما ينفعش اقول اون ريغاردي، لا هنا ريغاردي محطوطه في مصدره فبيقول لي صرف فيرب ريغاردي في زمن الفوتشي بروش، يعني عايز قبله مساعد فيرب اللي في المضارع، يبقى اون فا ريغاردي لا تلفزيون، احنا راح نشاهد التلفزيون. ما مير، امي، لا شامبو، الغرفه. هنا عايز يقول امي بتكنس الغرفه، جمله زمن مضارع عادي. ما مير بتساوي ال، يبقى الإجابة هي الرابعة، بالي.
بالي هو فرب بالي بمعنى يكنس، من الأفعال الأخيرة إجراك أر، لما بيتصرف في المضارع قدام كل الضماير ما عدا النو والفو بشيل الإجراك وبدل إي، وبعد كده أطبق قاعدة المجموعة الأولى أشيله أر وهنا أحط إي قدام مامير. طيب أنفان بمعنى طفل أو طفلة، طفل أو طفلة، كلمة أنفان لما تؤنث ما بيتضافلهاش إلا التأنيث. طيب قلنا قبل كده لما نحتار في الاسم اللي بعد النقط ده هو مذكر ولا مؤنث، هكمل قراية أخبط في صفة تعرفني. هنا لقيت جورموند أخيرا قولي التأنيث أهو، مفجوعة، يبقى طلعت طفلة مش طفل، يبقى الإجابة هذه الإجابة التالتة. لكن لو كان الصفة هنا مفيش فيها إيه يعني مفجوع، كنت أختار هذا وساعتها كنت أختار التانية، لأن أنفان بتبدأ بحرف متحرك، لكن هنا طلعت طفلة عشان الصفة مؤنثة، يبقى الإجابة التالتة. علي إيه بافار، علي يكون رغاي، إيل بارل هو يتحدث، يبقى يتحدث إيه؟ كتير، يعني بوكو بمعنى كثيرا. قلنا الفرق بين تغي وبوكو عشان ده درس مهم عندنا السنة دي، تغي ما تختارهاش إلا لو بعد النقط فيه صفة، هنا أصلا الجملة انتهت ومفيش حاجة بعد النقط خلاص، يبقى الإجابة لازم تكون بوكو. ما هو رأيك سيور لي باسكت؟ أوبينيون معناها رأي، وكلمة أوبينيون آخرها إيون تبقى مؤنثة. هتقول لي طب إيه التون اللي قبلها دي؟ التون اللي قبلها دي محطوطة لك هنا للخدع عشان يخليك تختار الكلاية بتاعة المذكر، أو ما أنت تقرأ تون هتروح تختار الإجابة التالتة لأنك ناسي إن أوبينيون اللي معناها رأي هي كلمة مؤنثة، بس هنا اضطر يحط تون بدل تا لأنها بتبدأ بحرف متحرك. صفة الملكية لما بتتحط قبل مفرد مؤنث يبدأ بمتحرك بضطر أبدل صفة الملكية المؤنثة بصفة الملكية بتاعة المذكر. يبقى لما أقول ما هو رأيك كالي تون أوبينيون، أوبينيون مؤنث عشان آخرها إيون، يبقى أنا عايز أني كلاية بتاعة المؤنث كال الرابعة. مماذا يكون هذا القميص؟ رد عليه قال له أنسوا من الحرير. يعني من ماذا؟ يعني أنكوا، لما بسأل عن مادة الخام بسأل بكلمة أنكوا، من ماذا؟ معمولة من إيه يعني؟ ميزامي أصحابي بيمشوا نقط فيت، فيت معناها بسرعة. طيب هي فيت دي مش معناها سرعة يعني دي صفة؟ يبقى الإجابة تغي فيت، أي صفة حط قبلها تغي. ديكري موا أوصف لي مدرستك إيكول. طيب صفة الملكية، صفات الملكية بتاعت أنا اسمها مون مامي، بتاعت أنت تون تاتي، بتاعت هو وهي سون ساسي، بتاعت نو اسمها نوتر نوتر نو، بتاعت فو فوتر فوتر فو، بتاعت إلى فاكاس أو فاكاس لور 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 فاكاس. هنا بيقول له ديكري موا اوصف لي مدرستك. طيب كلمة إيكول هي مؤنثة، يبقى كان المفروض أحط التا بتاعت المؤنث، لكن احنا لسه قايلين من شوية ان مفرد المؤنث لما بيبدأ بحرف متحرك بحط صفة المكية بتاعة المذكر بدل المؤنث، يبقى الإجابة هي تو الإجابة الأولى. وبكده الحمد لله أكون خلصت منكم، ربنا يوفقكم إن شاء الله، وانتوا بتذاكروا اللي هيكون عنده أي سؤال في المنظمة اللي أنا منزلها بي دي إف على سنتر المحور ممكن يسألني على الواتس، ممكن تخش على الواتس بتاعي، لو انت عايز المنظمة بي دي اف عشان تاخدها تطبعها عندك اطلبها مني على الرقم الموجود على الواتس بتاعي اللي انتوا عارفينه كلكم موجود على المنظمة. ان شاء الله ربنا يكرمكم ويوفقكم، ولو لينا عمر واجل ان شاء الله اشوفكم السنة الجاية بقى ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.